السلام عليكم طلبتي أعزاء في قسم علوم الحياة جامعة بغداد. من خلال هاي المحاضرة راح نكمل موضوع النستد إف ونربطه بالأند البوابة المنطقية أند، نشوف شلون راح يكون شكل البرنامج. بعد هذا ننتقل إلى موضوع السميشن، نكمل شلون تكون القيم ممكن تكون مقروءة، ونعلمكم إنستركشن جديد خاص بعملية القراءة. بعد هذا راح نتكلم عن الماكس، شو ممكن نحسب الماكسيمم، واكيد اللي يعرف يتعلم الماكسيمم راح يتعلم ايضا حساب المينيمم ضمن مجموعه من الارقام. ثم بعد هذا راح ننتقل الى موضوع كنت موعدكم به خلال هذه المحاضره، اللي هو السب بروجرام اللي يقوم بعمليه مسح الشاشه، اللي هو من خلال نستد لوبس، اللوبات المتداخله او حلقات التكرار المتداخله. وبعد هذا أن أشرح هذا الموضوع إن شاء الله راح نشوفكم الموضوع المهم أيضا Prime Numbers. وفي هاي المحاضرة راح نتعامل مع شيتين، شيت اسمها R&D خاص للإنستركشن الجديد، والشيت السابق SH. أول شيء راح أبدي مع موضوع If Statement Nested If وشون طورت البرنامج. وطبعا أكيد يعني أعطيتكم بالمحاضرة السابقة صور لمنطوق السؤال، لو ترجعون للماتيريال اللي نزلت بالفيديو راح يشوفون الصور. نرجع للبرنامج النستد اف السابق. هذا البرنامج سابقا ذكرت انه هنا استعملنا البوابة المنطقية اور، لكن هنا ما استعملنا البوابة المنطقية اند، هنا خلينا اف واند اف، اف واند اف. اما هاي الاف فالالس هاي تابعة كل هذين الالسات، كلها تابعة إلها إلى نهاية البرنامج. هذا كله ذكرناه بالمحاضرة السابقة، لكن التطوير للبرنامج بدأ أن تكون F فقط D أكبر من 90، وبعدين F D أقل أو 900، فبدأ هذا يسوي طبعا أكبر أو يساوي، هنا أقل أو تساوي، لأنه 90 هي ضمن الرينج والمية هي ضمن الرينج أيضا. هذه بدأت استعرضت عنها بأند، وما أحتاج بعد AND F ولا أحتاج F هنا. لو أجي أشوف التطوير لهذا البرنامج أشوف إنه استعملت F D أكبر من 100، طبعاً هنا أكبر أو تساوي 100، وهنا أقل أو تساوي صفر. فهنا إذا كان هذا غير، آسف، أنا عبالي أنا ضمن الرينج اللي هنا هذا الأور. الآن هنا D أكبر أو تساوي 90 أو تساوي مكتوبة، وهنا أقل أو تساوي 100. طبعاً هذا اللوب السؤال الخارجي يعني يكون إذا كانت أكبر من 100 أو أقل من صفر، فعد هذا راح يقول لي ترى هذا خارج نطاق المسموح. هذا البرنامج إذا نفذ راح يكون نفس تنفيذ البرنامج بالمحاضرة السابقة، فقط خليته يكون مختصر أكثر، إف وحدة والباقي كله جواها إلصات مايتها، ولحد آخر إلص إذا هو لم يكن ضمن الرينج التسعينات ولا الثمانينات ولا السبعينات ولا الستينات ولا الخمسينات، فأكيد راح يكون تقدير الطالب هذا ضعيف. وبعدها يظهر لي دان حتى اعرف انه يظهر لي اوتبوت، خاف اكو عندي مشكله. هذا اتمنى يكون واضح لي انتم. هذا المحاضره السابقه تكلمت عنه بتفصيل كثير. نيجي على موضوع الافرج سميشن. انا هنا حقيقه ما اتكلم عن الافرج، فقط اتكلم عن السم، مو تمام ان انا لا انا افرج زين. المنطوق مع سؤالنا قدامكم، مثلا أريد أسوي average لأرقام تبدي برقم 2 وتنتهي N من الأرقام، شو يجي منطوق السؤال؟ تريد N numbers، يعني ما أعرف كم رقم راح أقرأ أثناء تنفيذ البرنامج، راح أعرف كم رقم بيتعامل وياه، مو يقرأ عفوا، أريد أي يعني أنا السلسلة هاي تتعامل مع N numbers، يعني N numbers تطلع لي سلسلة، فأنا أعرف إنه أول شيء 2 بعدين 4 بعدين 6، ماكو داعي أقرأ بالكيب يعني input box وداخل 2 بعدين 4 بعدين 6. هنا N numbers تتعامل معها، فالفكرة إنه آخر رقم هو يكون رقم ما محدد أثناء تنفيذ البرنامج راح أدخله. لو نفذ البرنامج حتى نختصر ونفهمكم الفكرة بسيطة، برنامج مجرد أني بدل الكاونت استعملت السي، بدل الأفرج استعملت AVG، وبدل الأيتم استعملت I، وبدل السايز أو الأيتمز استعملت N. فهنا أول شيء راح أقرأ شو رقم لا أتعامل معه، فأنا أريد البرنامج يبدي برقم 2
فأول شيء نطيت I تبدي برقم 2 وهنا مقدار الزيادة 2 2 2 4 6 وهذا يسوي لي summation 2 مع 4 مع 6 ده يحط لي sum ببداية 0 حتى يكون سلة بها 0 هكذا شرحت المحاضرة السابقة وهاي إن شاء الله نشرحها بنهاية المحاضرة اليوم أجي نفذ البرنامج وأشوف شو راح يصير enter item size خلينا نقول إنه عندنا 6 items قاعد نقرأ enter قال لي مجموعة 12 لكن هنا الأفريج 4 هنا ما عرضنا الشيت اللي يظهر الأوتبوت لو باو عليه 2 4 6 أجي في المرة الثانية تنفذ إذا دخلت لعشر أرقام يقول لي آخر رقم يكون 10 هو بدأ باثنين إذا يزيد مقدار 2 فصارت 5 أرقام عندي 2 3 أوكي هذا إن شاء الله تكون واضح يعني مجموع الاثنين مع 4 مع 6 مع 8 مع 10 راح يكون 30 ولن ينقسم على 5 فراح يكون الأفريج 6 استعملت variables أقل حجم يعني كبل الكاونت سي وبدل لسهولة الفهم طبعا هذا البرنامج ممكن يعني حل مقلوب يعني ممكن يبدي بN كن I تساوي N وهنا راح تقلب الأقل حصير أكبر وهنا راح يصير 2 بدل N فأبدي برقم كبير وأنتهي برقم صغير وممكن أيضا أن بدل أن أحل بالدوايل أقدر أحل بالفور هذا البرنامج ممكن يحل بالفور يصير 4i من 2 إلى حد الآن وهنا بدل اللوب next وأكيد العداد هذا يرفع لكن الفور هذا الشرح يحتاج step 2 حتى يزيد المقدار 2 مثل ما نشوف هنا هذا أيضا كنا ذكرت المحاضرة السابقة بتفصيل نيجي على إذا أريد نسوي sequence أول رقم ب 2 ثاني بعد 4 بعد 8 اتفقنا هاي بالتالي هندسية وليست عددية يعني مو 2 4 6 وإنما 2 4 8 وبعدها 16 ودا أفترض أنه آخر رقم عندي هو 1024 شلون نسوي هذا الشيء؟ هذا البرنامج حليتكم إياه بالدوايل أتمنى أنه تحاولون أنتم تحلوه homework تحلوه باستعمال الفور اتفقنا الفور بالستيب فقط ممكن تكون عملية جمع وممكن تكون عملية طرح ما ممكن بالستيب أخلي عملية ضرب راجع المحاضرة السابقة إذا ما تفتهمون قصدي هنا هذا البرنامج حليته بالدوايل عادي الـ i تساوي الـ i مضروبة في 2 فهذا يضعف بدل أن تكون ببداية 2 راح تكون 4 بعدها راح تصير 8 16 وآخر رقم ده أفترض أن يكون 1024 وهنا نثبت الكولوم ليزيد وثبتت السطر الخامس ليظهر الأوتبوت من خلال الشيت SH يبدي برقم 2 وينتهي ب 1024 لو نفذ البرنامج هذا يقول لي هاي أرقام اللي قدامكم تبدي ب 2 تنتهي ب 1024 مجموعهن 200 عفوا 2046 هذا أيضا هو أنتو محاولة سابقة ذكرت تتكلم عن الموضوع وأكيد يعني ممكن أن أبدي ب 1024 وأنتهي ب 2 هاي الإشارة تكون مختلفة وبدل عملية الضروب راح تكون قسمة هذا أيضا تكلمت عنه وإذا أردت تقلب يعني بدل يكون الطباعة أفقية ممكن تكون عمودية يكون الرو هذا المكان وأثبتنا عمود أي عمود اختار الخامس أو أي عمود آخر عندنا من خلال هذه المحاضرة رح نعلمكم على طريقة جديدة للقراءة هاي الطريقة تخليني أخذ ما موجود بالشيت من أرقام وأحولها عندي حتى أقدر أتعامل معها لذلك سويت شيت أخرى سميتها R&D هاي الشيت R&D خليت بها أرقام تبدي من خلال السطر الثالث لو نبوع عليها Alt-F-Dash بالبساطة تروح على R&D حطيت أرقام عشوائية هاي الأرقام يا سطر يا عمود هاي أكيد هذا هو السطر الثالث تقاطع السطر الثالث مع العمود الثاني فهذا أول رقم فأول رقم موجود بالثلاثة اثنين زين وبعد هذا أحسب من أرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 من أرقام من هذا المكان إذا سويت لوب 8 راح ينتهي بهذا المكان من خلال تعامل مع السطر الثالث وهذا العمود زين لو أجي أباوع إيش تسوي هاي بالبرنامج جيت قلت أني بادي بال
كولوم ثاني بالصدر اخذ نفس الكولوم هنا ال R equals C بس C تساوي 2 وال R ايضا تساوي 2 زين هنا لا احنا بنبدي بثلاثة نعم هذا لل output بس لو انا حقيقة هذا البرنامج يقوم بوظيفتين لو سنلغي هذه الوظيفة الأولى نلغيها ونظهر لكم المسج بوكس ايش راح يسوي هذا المسج بوكس ايش راح يسوي حاليا اني اتعامل فقط مع السي فالار لا تدخل بي الار حاليا عفو هسه حاليا السي دا يكون يبدي بالرقم 2 اوكي بس السي ما راح يبقى 2 السي لو نرجع مره ثانيه نضور احنا بدينا بالرقم يا عمود الثاني لكن هذا يبقى يزيد بمقدار واحد يعني هذا ثلاثة هذا أربعة العمود الرابع هذا العمود الخامس السادس وهكذا فالفكرة إنه توفوا الآر حاليا السحنا نتكلم عن السي بداية 2 عرفنا إيش 2 حتى بعدها السي يزيد المقدار واحد نعم تشوفون فبعد اللي تكون 2 راح تكون 3 هنا ليش نثبتها 3 لأن إحنا كل القيم قاعد تطبع لو ضاع هي بالصدر الثالث كل القيم بالصدر الثالث لذلك تبدت رقم 3 زين شو سوي هذا البرنامج شو يسوي هسه الار نسوه سواء يزيد او ما يزيد طالما ما كنت ربع ما راح يفرق عندي ولا دي قوم باي عمليه ثانيه اللي يهمني هسه السي يزيد شو دا اسوي هنا تقول خذ لي فاريبل اسمه اكس وخذ لي ما موجود بالسيل 3 سي اول شيء 3 2 طبعا هذا اللوب دا يستمر 8 مرات ف 8 مرات راح ياخذ بالقيمه اكس وكل ساعه ياخذ بالقيمه اكس ويظهر لي محتواها وطبعا بيصير عملية إحلال يعني شنو عملية إحلال؟ سيت يعني دي يروح ياخذ ما موجود بالسيل اللي دي يشوفها اللي كل ساعة قاعد تزيد أول شيء بالعمود الثاني بعدين بالعمود الثالث بعدين بالعمود الرابع من خلال نفس السطر الثالث فالإكس كل ساعة يجيب لي رقم فكل ساعة يجيب لي الرقم الموجود بالسيل وهنا مسج بوكس يعرض لي قيمته لو نفس البرنامج حتى أف خمسة شوفوا أول رقم لقاه بالسطر الثالث العمود الثاني 78 أعرف ليها من السادس أوكي راح يجي بله بده يدخل مرة ثانية راح يكون السي زيادة مقدار واحد فحيصير ثلاثة فحيضر لي بالعمود الثالث شكو بالنسبة للسطر الثالث أقول أوكي 33 أوكي 18 شوفنا هذا يزيد السي مقدار واحد واحد وده يعرض لي ما موجود الفكرة أنه أنا دا أقدر أخذ ما موجود بالشيت اللي اسمها R&D ودا أعرض محتوى طبعا 23 السؤال آخر رقم كان 23 بعدها دان وقول أوكي طلع التان حاطها لي برا برا لوب ما تلاحظون مو داخل النكست خارج اللوب حتى ما يتكرر زين سويت شيء هم يفهمكم وش يصير يعني قصدي مثال ثاني ممكن يساعدكم باستيعاب فائدة هذا ممكن شلون يفيدني مستقبل هذا هاي عملية قراءة جديدة يعني أنا أريد أقرأ بالطريقة الاعتيادية قيم مثلا أريد أقرأ قيم عشوائية 8 فثمان مرات راح يطلع لي مسج بوكس يقول لي انتر يور نمبر يعني لو هاي غير موجودة ما أريد أقرأ القيم موجودة فش أحتاج أقول له ترى الإكس تساوي لي فال تحقوس انبوت بوكس تحقوس انتر نمبر وهنا أسل القوس مع الانبوت بوكس وأسل القوس مع الفال ما أنسى وهنا أنفذ البرنامج هنا عملية القراءة ما راح تصير من السيل R&D ولما أنا حدخلها من السيل أشوف موضوع شكل مزعج يعني أنا أقول داخل رقم دخلت لأربعة أقول ترى ناتج أربعة أوكي داخل رقم سبعة أنت دخلت سبعة يعني تشوفون الموضوع ثمانية تدخلت 8 9 تدخلت 9 55 تدخلت 55 يعني فشي مرهق ومو معقول ان يستعمل هذه الطريقه لذلك 8 مرات راح يطلع طبعا لحد ما وصل دان هاي السيلز عفوا الشيت ما له علاقه حاليا فعمليه القراءه هاي عمليه غير مجديه لذلك هاي عمليه القراءه تفيدنا من تكون الان مع رقم رقمين 3 ارقام مو اكثر من تعال مع 2 ارقام فأكيد إحنا راح نحتاج طريقة جديدة أعلمكم عليها هاي طريقة جديدة أول مرة أعلمكم عليها
عكس ما كنا نسوي. كنا سابقا نطبع عشيد، بس حاليا ناخذ القيم من الشيد ونطبعها ونظهرها يعني. زين، انا الهدف عندي مو انه اطبعها مسج بوكس ممارس لايف مسج بوكس، وانما اللي راح اسوي شنو؟ راح اسوي شوفوا هنا هاي عمليه الطباعه اللي علمناكم اياها سابقا، اللي هي غير المسج المسج بوكس. نعم، غير المسج بوكس. هاي الطريقه راح اخذ من الشيت اللي اسمها ار ان دي واظهر الاوتبوت مالتي بالشيت اللي اسمها اس اتش. فش احتاج؟ احتاج تغيرت الموضوع. ايش سويت؟ سويت ياخذ بشكل افقي القيم ويطبع لها بشكل عمودي. فش احتاج؟ احتاج ار. الار دي تخليها تاخذ نفس السي، يعني مو بادي بالسطر الثاني، خلي ابدي بالعمود الثاني واثبت يعني مثبت السطر الثالث. فهنا ثبتت العمود الثالث، يعني بالعمود الثالث راح ابدي بالسطر الثاني. طبعا ربع صوره اغنت عن الف كلمه، فافضل ان اقفل حتى تفهمون ايش يصير. طبعا لازم ار يزيد مقدار واحد، اي سطر لازم يزيد مقدار واحد، واي عمود لازم يزيد مقدار واحد. نان السي صارت لعمليه القراءه، والار صارت لعمليه اظهار الاوتبوت. السي خاصه للار ان دي، والار خاصه للاس اتش. اخذ قيم واظهرها. لو اجي مره ثانيه على الشيتات الموجوده عندي شو شكو بيها، حاليا هذا الشيت فارغ ما بي اي ناتج، وهذا الشيت بهاي القيم. راح اشوف الشيت اس اتش راح يصير فيه. اللي راح يصير راح اخذ دنيا القيم كلهن وراح احطهن بالعمود الثالث، بس وين يبدي يطبع؟ يبدي يطبع بهذا المكان. احط 78 جوال 33 جوال 18 الى حد ما يوصل ل 23. لو نجي نشوف الاس اتش راح يصير بها، نرجع على البرنامج ونقوم بعمليه التنفيذ. هسه لو اضغط على F5 للتنفيذ، شوف ايش صار. 78 33 18 الى حد 23. بيش بدا؟ بالعمود الثالث، ثبت رقم 3 ويا سطر بدا بالسطر الثاني 2 للار، فالار بيزيد مقدار 1 لحد ما وصل 8 مرات، لحد ما وصل للسطر التاسع. احب الاذان وارجع مره ثانيه اشوفكم شو اللي يصير. شوفوا هنا الار ان دي بين ارقام من خلال الشيت اللي اسمها ار ان دي بين ارقام، نفسهن ظهرت الاوتبوت مالتهن بهذه الشيت اللي اسمها اس اتش، يعني خلتها افقي وعرضتها عمودي. طبعا اقدر اعرضها بنفس الطريقه، ممكن ما عندي مشكله، ممكن استعمل نفس الباراميترز الموجوده واعرضها بنفس المكان، بس انا تشوفكم الفرق شلون ممكن اقدر اتحكم بالاوتبوت، يعني هذا الفورمات الاوتبوت اللي ممكن اتغير عليه. زين، حتى هسه لو نجي ننفذ مره ثانيه، بدل مثلا 53 حط 100 ونجي الاس اتش، حاليا بعدها ما صار 100. شوف البرنامج اللي يسويه 11، ننفذ مره ثانيه F5 دان. شوف ايش صار، ضاف لي 100 بالسطر الخامس اللي هي كانت وين؟ لو اجي 11 كانت هي وين؟ كانت هي بالعمود الخامس، صارت وين؟ بالسطر الخامس. يعني مجرد داخلكم تعرفوا على انستراكشن عمليه القراءه وشلون بقدر اطبع بشكل مختلف. كل هاي هي مبادئ برمجه، احنا بعدنا كلنا نحكي عن مبادئ البرمجه. اللي لازم اي واحد يفترض بيتعلم برمجه ان يعرف ايش يصير من خلال النستد لوبس والاف ستيتمنت والفورمات الاوتبوت، هاي كلها مبادئ. زين، نرجع على الكود. شوفكم برنامج اخر، بس اتفقنا انه هذه هي عمليه خاصه للقراءه، عمليه جديده. معنى الفيريبل اكس راح ياخذ القيمه ويجيبها من خلال الشيت، وهنا هاي عمليه معكوسه تماما. هاي ياخذ الاكس اللي اخذها منها ويعرض لي على شيء اخر، هاي عمليه اظهار اوتبوت. يعني هاي انبوت كانما، يعني هذا سطر كانما انبوت وهذا سطر كانما خاص للاوتبوت. زين، اتمنى هذا واضح. انتقل الى شيء ثاني. عندنا في محاضرتنا السابقه معكم قمنا بعمليه عمل برنامج يقوم، اسعفكم من الكتابه الموجوده على الشاشه، برنامج يقوم بعمليه جمع 1+2+3+4 زائدا، ويعني خلينا نقول نقاط الى حد العشرة. كان برنامج سابق يجمع الارقام من خلال لوب من 1 إلى 10، او اي ارقام احطها من 2 الى، قبل شويه فهمنا من 2 الى حد n من الاعداد،
خلينا نقول 10 صارت 5 ارقام كذا تذكرون قبل شوي بدايه المحاضره. هذا البرنامج يقوم بعمليه جمع ارقام متسلسله يعني واحد بعد الثاني. هاي الارقام لازم تكون في لوب، لازم اكو علاقه بين واحد ثاني، يا يعني ما متتالية عدديه او متتالية هندسيه. هسه انا اقول سميت السب بروجرام سام اكس، طبعا هو مو بالضروره انا مجرد سميت الاسم بس حتى تترسخ عندكم الفكره. ايش يقول البرنامج؟ write an excel vba to read n numbers، الارقام اللي راح اقراها ما محدوده جد، اثناء التنفيذ راح نعرف ايش جد. انا ادخل كل مره من حقي انفذ يعني عدد مختلف عن المره اللي بعدها. then find the summation of them، بعدها اوجد لي مجموع هاي الارقام. فاول شيء طبعا عرفنا الصم اللي راح ينتهي صفر، والاكس راح يصير بعمليه الجمع، والان تساوي variable box لنقرا كم رقم راح نتعامل معه. زين نانا for i من واحد الى n من الارقام ايش نسوي؟ احنا نريد نسوي الصم، الصم ببدايه ينتهي صفر. نانا ايش نريد؟ هذا البرنامج هدف مالته ايش تقول؟ read n numbers، نانا راح اقرا ارقام. عمليه القراءه راح نستعمل طريقه جديده. الأرقام وين موجودة؟ بالR&D، يعني هاي الأرقام أسأل الكل هاي الأرقام الموجودة بالR&D، هاي الأرقام راح كلها يأخذها ويجمعها variable واحد. أول شيء راح يقول السم محتوى 78، بعدين السم راح يكون محتوى 78 مع 33، بعدين السم راح يكون محتوى 23. علمناكم بالمحاضرة السابقة، وبعدين راح يصير الصم محتوى ثاني لحد ما آخر شيء كان الصم هو فت سلة وداخلي بيها. أول شيء خليت فيها هذا، بعدين ضفت لهذا، وهكذا داضيف مرة بعد مرة إلى حد ما يكون الناتج للصم هو مجموع كل ذي الأرقام. نرجع مرة ثانية ونشوف ما الإكس يساوي. هيدا يأخذ قيم الإكس من خلال ذي الأرقام شوفناكم إياها قبل شوية. فهنا الصم راح شو يساوي؟ الصم زائد الاكس اللي راح جابها. اول شيء راح جاب لي الاكس الاولى اللي هي 78، بعدين الاكس اللي بعدها اللي هي 33، بعدين 18، وهكذا لحد ما يوصل الى 23. هاي شو كيف يوصل 23؟ اذا كان ان اللي قاريها اني 8، يعني ذني 2 ارقام، على قريت الاثنين راح يجمع لي بس اول اثنين، اذا قريت 3 الان تساوي 3 راح يكون اول 3، وهكذا. نجي مره ثانيه ونشوف ايش يصير. دا اعرض الاوتبوت مالتي من خلال مسج بوكس. انا هنا بس اريد اظهر السمشن ايش قصديته، ما عندي عمليه اظهار بالشيت اس اتش. الناتج هو عباره عن مسج بوكس ترى السمشن هلبي. زين نفس البرنامج افضل حتى تكونون على بين. طبعا هنا في شيء يعني حاطه خلينا ننفذ بالطريقه الاعتياديه او بعدين نرجع لها. هنا حاط هاي الخطوه ملغيه. هاي لو انا كنت اقرا بالطريقه الابتدائيه، طريقه اذا كانت عندي ارقام قليله استعمل هاي الطريقه. يعني هسه لو نوقف هذا راح نرجع له بعدين ننفذ. اذا اريد اجمع فقط للارقام مثلا شوفكم ايش راح يصير. خمسه عفكم من ذي الارقام، مثلا دخلت من اول رقم عندي 20، ثاني رقم 30، حاليا مجموع المفروض 50. زين اخر رقم خلينا نقول 20. فثلاث مرات أنا قد دخلت البداية 20، إذا خطأ دخلت رقم كبير كبداية سايز حدخلها حرف حتى يتوقف، أيضا ما يتوقف يعني 20 رقم لازم أدخل الثاني. خطأ الحقيقة كان المفروض ما أدخل رقم 20، 20 مرة راح يطلع في الشيء F5 بيقول لي السايز بالبداية كم رقم تريد تقرأ؟ فالأفترض ما نقول ثلاث أرقام، أول رقم خلينا نقول 20، ثاني رقم خلينا نقول 30، ثالث رقم خلينا نقول 40، يعني 20 زائد 30 زائد 40، فالمجموع 90. بين الارقام اللي انا دخلتهم قبل شوي ستيب باي ستيب، يقول سميشن يساوي 90. هاي الطريقة مجهدة إذا كان أرقام عندي كبيرة، شفت قبل شوي حطيت 20 تورطت، فإذا كانت الآن 20 رقم أو 8 أرقام راح كل ساعة يطلع لي بالوقت. لذلك هاي الطريقة غير مجدية، فلذلك أنا راح ألغيها. واعتمد على الطريقة اللي تكلمت عنها اليوم، طريقة قراءة من خلال الشيت اللي اسمها الـ R&D. ننفذ هسه ونشوف شو راح يصير. نقول له F5. انتبهوا زين، هسه إذا دخلت لـ 8 راح يجمع لي كل ثاني أرقام. أما إذا دخلت لـ 2 راح يجمع لي بس أول رقمين.
خلينا ندخل 8. قال لي مجموع هذين الأرقام اللي قدامك هن مجموعهن 407. حبيبي أوكي. نفس المرة الثانية 5. بدل أن نضيف من الأرقام راح أخذ لي بس أول رقمين من الشيء يجمع لي يعني. حقول له مثلا 2. بقول له أوكي جمع لي أول رقمين 78 مع 33 طلع لي 111. يعني أنا هنا أتحكم لأخذ من الشيت الأرقام اللي أفضلها، أخذ 8 أخذ 2 حسب ما أحتاج، وأنا محدد لمين أبدي. قال لي من خلال البرنامج أبدي لي التعامل مع السطر الثالث، أبدي لي بالعمود الثاني، من خلال العمود الثاني أبدي أخذ الأرقام وأزيد بمقدار 1. هذه قبل شوية تكلمت عنها باستفاضة، عملية القراءة شلون تصير. وكل ما هنالك الصم يساوي الصم مزائدا اي، شنو طبقا زائدا ايتم او اي، هنا بيجمع مع الاكس. الاكس يعني كل قيمة يقراها بيجيبها من هناك بيضيفها للصندوق مال الصم. الصم بالبداية صفر، بعدين راح يصير اول شيء 78، بعدين راح يصير 33، وهكذا الصم الجديد يساوي الصم اللي حاليا موجود اجمع مع الاكس اللي جاي. بالبداية طبعا صفر اجمع مع 78، فراح يكون الصم بالبداية 78. زين، هذا اتمنى ايضا يكون شرح وافي، واذا عندكم اسئلة ان شاء الله نكون وياكم بالتعليقات من خلال الكلاس روم او من خلال الجوجل ميت. عندنا ايضا موضوع تكلمنا احنا، عندنا محاضرتنا تتكلم عن مجموعة من المواضيع. تكلمنا هسه حاليا عن السميشن، وتكلمنا عن الموضوع الاوتبوت الجديد، عفوا القراءة الجديدة باستعمال الشيت ار ان دي، وايضا راح اتكلم عن الماكس شلون نحسب الماكس حتى ننتقل بعدها الى المواضيع اللي متبقيه. راح احضر على الاس اتش، وخلينا نفرض ما موجود بمحتوى الاس اتش. نقول كلير كونتنتس، هذا ما موجود حاليا، ماكو اي معلومات. زين الت 11 رجعنا. الماكسيمم انتم اخذتوه بالاكسل، اكو داله جاهزه تقوم بها المهمه. شلون يصير هالشيء؟ اكيد اكو داله تقوم بهالشيء. شوفكم شلون ممكن يتبرمج، يعني ماكو واحد يتعلم لغه برمجه وما يعرف شلون يبرمج الماكسيمم، شلون يقدر يطلعها او المينيمم. هنا المينيمم الماكسيمم شويه اكو فرق عن الصم. بالبدايه انطي قيمه، طالما انا اذا اتعامل مع ارقام موجبه فانطي قيمه سالبه، مثلا سالب 99، يعني اعتبر اكبر رقم عندي حاليا سالب 99، حتى اضمن انه الماكس لازم يتغير. هنا ايش اسوي؟ اتعامل مع ال R&D sheet، هنا نجي Alt-11 نظهر ال R&D، راح يجي على هاي الشيت راح اشوف يا هو اكبر رقم به. المفروض راح يقول لي اكيد اكبر رقم هو ال 100 وفوق ما بدي اشوف انه. زين راح يجي يتعامل من نايف ديمين، من ثبت العمود عفوا السطر الثالث والعمود الثاني، وراح يزيد بمقدار 1، يستمر 8 مرات لين 8 ارقام حتى يختار يظهر لي يقدر يتوصل الى اكبر رقم. زين هنا انا عملت القراءة اتفقنا عليها، بعد ما يحتاج نحكي بها. هنا انا اكيد الان راح اقراها اثناء التنفيذ، يعني اذا كانت 8 راح اخذهم كلهم. الفكرة شنو؟ ببداية الماكس سالب 99، يعني رقم سالب. الارقام ما تشبهها هسه حاليا، الارقام كلها موجبة، اذا اكيد الماكس ما راح تبقى سالب 99، راح تتغير من خلال تنفيذ البرنامج. نرجع مرة ثانية، ايش نسوي احنا؟ احنا عندنا راح اغلق الاصوات الموجودة. زين نرجع مرة ثانية نكمل. بكل بساطة اخذ اول رقم، هنا اول رقم عندي 78، اكيد تذكرون قبل شوي شفته اول رقم 78. هو اخذ اول رقم، شو اقول؟ هل ال 78 اكبر من الماكس؟ الماكس حاليا ايش قد؟ الماكس حاليا 99، فاكيد الماكس عفوا اكيد الاكس اللي هي 78 اكيد اكبر من ال 99. فلذلك شو راح اقول لك؟ اذا الماكس الجديد راح يكون اخذ ما موجود بالاكس، قيمة الاكس خلي اياها بالماكس. فهذا هنا شرط اند اف، وبعدها راح يزيد العداد من اجل ان ياخذ القيمة اللي بعدها، ما هذا لوب 8 مرات، فراح يجي
القيمة اللي بعدها 33 راح يجي هنا الاكس اخذ القيمة 33 من شيت ار ان دي وراح يسوي مقارنة هل ال 33 اكبر من الماكس؟ الماكس حاليا 78 بالتالي من يقول له ماكس ما راح يطبق هذا الشرط استثناء هذا حتى يشتغل لازم شيء يكون لازم يكون ترو حتى يكون هذا ترو يفترض ان شنو؟ يفترض ان يكون الرقم اكبر من ماكس الماكس حاليا 78 ف 33 هي مو اكبر من ال 78 لذلك هنا ما راح يشتغل فالماكس راح تبقى على ما هي عليه راح تبقى 78 زين نجي نشوف بعد هالسي راح يزيدها مقدار واحد راح شو يصير 3 راح ياخذ رقم 18 راح يجي هنا اخذ رقم 18 راح يقول 18 هل هو اكبر من 78 لا طبعا اذا هاي عباره فولس طالما هاي فولس ما راح يدخل جوه اذا شنو اذا الماكس راح يبقى 78 ما دخل جوه زين وراها راح يزيد السي مقدار واحد راح شو يصير 4 وين وصل هذا اول واحد 1 2 3 4 صارت الاي 4 اخذ الرقم 100 راح يجي هل ال100 حاليا اخذها اكبر من 78 اكيد المية اكبر من 78 لذلك هاي ترو طالما هاي ترو اذا ماكس جيد راح يساوي ما موجود بالاكس الاكس 100 خليها بدل 78 ماكس بدل ان كانت 78 حط فوقها بدلها حط شنو حط المية وهنا طبعا اند اف وزيد العداد وجاء على اللوب مره ثانيه صارت الاي مره شقد 5 راح ياخذ 83 اكيد 83 هي مو اكبر من 100 17 مو اكبر من 100 55 مو اكبر من 100 23 مو اكبر من 100 فهي كلها فولس 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 اذا اخر قيمه احتفظ بها الماكس هي كانت 100 فما راح يطلع من النكست بعد ان توصلت 100 ارقام اذا كنت ندخل رقم 8 راح يظهر لي مسج بوكس ترى الماكسيموم فاليو هي الرقم اللي وصل له لو نفذ البرنامج حتى نشوف شلون يشتغل 5 هسه تقول السادس انا حنطيك كل الارقام لين 8 راح انطي 8 يقول لي اوكي قال لي اكبر رقم عندك هو 100 لين 8 اكبر رقم بيهن 100 اقول له اوكي زين لو نفذ مره ثانيه وبدل انا اقول له 8 راح اقول له بس الارقام 78 33 18 اقول له 3 ايش راح يقول لي اكبر رقم عندك 78 زين لو نرجع مرة ثانية ونغير بالرقم خلينا نقول هاي مو 100 خلينا نقول هاي 26 ونفذ البرنامج مرة ثانية غلطة 11 راح نبدا مرة ثانية F5 قولي كم رقم طيب تعامل معها اقول كل الارقام 8 هسه منطقيا اكبر رقم موجود 38 هسه نقول له اوكي قال لي الماكسيموم فاليو هي 38 أتمنى هذا الشرح وافي بالنسبة لموضوع الماكس يعني قدرت أطلع الماكس من خلال هذه الطريقة طبعا الأرقام ذني كلها موجبة لو افترضنا أن ذني كلها سالبات كلها ذني أرقام أرقام سالبة شو راح أطلع الماكسيموم مالتين فيفترض بي يفترض بي إذا كلها سالبات يكون هذا الرقم بعد أكبر يعني مثلا سالب 999 بعد أصغر يعني إذا كلها سالبات إذا أردت تطلع المينيمم بكل بساطة أقلب العملية يعني هنا إذا أريد أستعمل من فهنا أنطي رقم كلش كبير مثلا أنطي المينيمم مثلا أنطي ألف وهنا بدل ماكس راح يصير من هاي راح يصير من بس بدل الأكبر أهم شيء راح يكون أصغر هذا كل ما هنالك وهنا راح يصير مينيموم لو نفس البرنامج ونشوف شلون دا يشتغل 5 انتر نمبر سايز خلينا نقول 8 لو ضوء اقل رقم به 18 من الواضح يقول اوكي انا سايب 99 يعني احنا مينيموم منطي 99 هذا الخطا فطبعا هنا اكيد هاي الخطوه راح تلغي ومعقوله نبقيها 99 لان هذا هاي الفكرة واضحة لأنه هنا خطأت وناسي نفسه زي F5 زي هسه دخل
انت نمبر سايز خلينا نقول 8 ارقام اوكي مينيمم فاليو 0 ايش مينيمم فاليو 0 من كل الف احنا هنا بنبدي ب 3 مين المينيمم اكوال الف رقم كبير فهل الرقم الجاي اقل من المينيمم نعم المفروض بس نشوف الشاشه اول رقم 78 راح يجي هل 78 اقل من المينيمم نعم فالمينيمم تاخذ قيمه الاكس هذا هو المفروض اللي يكون لو نستنفذ مره ثانيه نتاكد ايش يصير دخل انتر نمبرز سايز خلينا نقول بس اول ثلاث ارقام ولا اوكي مينيمم فاليو كول زيرو انا اعتقد احد الاسباب انه المينيمم ما معرفه انا تمبرري ان ما معرفه فهذا اللي يخلي هذا الشيء ممكن يصير شوفوا هنا تعريف ايش قد مهم فايف سنعطي كل الارقام نقول ثمان ارقام ايضا مينيمم فاليو كول زيرو هذا حكي غير منطقي طبعا الاكس اللي اذا اقراها هي اقل من المينيمم واخلي المينيمم تساوي اكس اها هنا كان يفترض بي ان اطبع المين مو الماكس هذا هو الخطا زين هسه لو نفذ مره ثانيه فاي دخل ارقام اقرا اذا هي اثنين ارقام كلهن اوكي قال لي اقل رقم عندك موجود هو رقم 17 مينيمم فاليو هي 17 فشلون قلت الاوتبوت اللي ظهر هو البرنامج ليش له صح لكن الاوتبوت اللي ظهر كان يظهر غلط بنفذ مره ثانيه اشوف تعديل عليه اقول له اول ثلاث ارقام او اول رقمين شوف ياهو اقل واحد بهم اول رقمين اكتب له اثنين فهسه المفروض 78 من 33 اكيد 33 اقول له اوكي راح اقول 33 من 78 و 33 هو فقط 33 اصغر رقم من هذا الشرح وافي وواضح شلون نقدر نحسب المينيمم والماكسيمم نتكلم ايضا عن البرايم سويت سب بروجرام سميته از برايم طبعا موضوع البرايم نمبرز موضوع مهم جدا وهذا الموضوع عليه كتب ومؤلفات ونظريات وانا اعطيكم طبعا اسهل طريقه للتعامل اللي حساب الارقام الاوليه الاعداد الاوليه هاي يعني موضوع مهم جدا يعني ماكو باسورد ممكن تسويها بايميل او باي برنامج ثاني بموبايل ما تعتمد على البرايم نمبرز ماكو نظريات التشفير كلها هي المواقع الالكترونيه تفتح ايميلك تستعمل اي موقع تروح له كل شيء انكربشن يستعمل يعتمد على البرايم نمبرز زين يعني هنا ايش كل ما هناك يكتب برنامج يقوم بقراءة رقم بعد ان يقرأ هذا الرقم يشوف ليه هل هو رقم اولي لو لا زين شنو الاولي عفوا الاولي هو اللي يقبل القسمة فقط على نفسه وعلى الواحد زين لو نجي هسه قبل ما نجي نتكلم بالبرنامج مثلا مثلا نقول الرقم 9 هل هذا اولي لو لا الرقم 9 اكيد يقبل قسمه على واحد واكيد يقبل قسمه على 9 هذا في شيء منتهي عنده المشكله مو هنا المشكله انه هل هو يقبل قسمه على رقم غير بين الاثنين اكيد ال 9 يقبل قسمه على 3 زين لو نجي الرقم 7 ايضا هل اكو داعي ان اقسم الواحد 7 على 1 او على 7 اكيد ماكو رقم ما يقبل قسمه على نفسه او على الواحد لكن هنا السؤال هل اكو رقم ثاني خائن بين بين الارقام الواحد والسبعة يقبل قسمه على 7 فشنو الفكره انه اقول هل الاثنين او الثلاثه او الاربعه او الخمسه او السته هل اكو واحد بين من بين الارقام طبعا هذا مجرد كومنت لذلك راح احط هذا الرمز زين هل السبعة يقبل القسمة على اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة بدون باقي طبعا حتى بدون باقي نستعمل
الانستركشن مود حتى نتاكد من هذا الشيء. زين هل بدون باقي؟ طبعا ماكو رقم لدي ارقام يقبل قسمه سبعة يقبل قسمه عليه بدون باقي. فبالتالي السبعة يعتبر من الارقام الاوليه او الاعداد الاوليه عفوا. زين عندنا كذلك رقم 11. هنا ايضا راح نقول 7 8 9 10. ماكو داعي اجرب اقسمه على نفسه ولا اكو داعي اقسمه على واحد، لان اكيد راح يكون بلا باقي. 11 اقسمه على 11 بدون باقي اكيد صفر، وقسم على واحد ايضا صفر. لكن الفكره هل 11 تقدر تقسمه على 2 بدون باقي؟ طبعا لا، ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10. فبالتالي 11 ايضا هو اولي. زين نجي ناخذ 12. اول رقم قسم عليه 2 قبل القسمه بدون باقي، 3 كذلك، 4 كذلك. الفكره هو بس رقم واحد من الارقام ذني طلع خائن وقبل القسمه بدون باقي، اذا هذا الرقم طلع العدد عفوا طلع غير اولي. شلون نسوي البرنامج؟ نعتمد على هاي الفكره، اي رقم نختاره نسوي له رينج. يعني هنا مثلا بدنا نتكلم عن الرقم 9، راح نسوي له رينج من لوين الى حد 8. ابدي باثنين، شو دائما ابدي باثنين. عفوا ليش ابدي باثنين؟ يعني ماكو داعي اقسم اجرب التسعه هل تقبل القسمه على 2، ولا اكو داعي اجرب التسعه هل تقبل القسمه على 9 بدون باقي. فبالتالي دائما يكون الرينج يبدي برقم واحد وينتهي، يبدي باثنين وينتهي ناقص واحد. زين شو سويت ثاني؟ نقرا اكس، هاي الطريقه الاعتياديه للقراءه، واستعمل فيريبل اسمه فلاج قريته ترو. هاي طبعا انا ما عارفه المفروض بي عارفه دم فلاج اصلا معجيب من التعريف اصبري. طبعا اكو عالم باسمه هاي الدبابه المنطقيه البوليانيه للتعامل مع المنطقه ترو والفولس، القيم الترو والفولس. فهنا اول قيمه نقراها هي الاكس. زين نجي 4i، مين راح ابدي اشيك؟ من الاثنين. ليش؟ شوف اتفقنا هنا من الاثنين الى حد اكس ناقصه 1، يعني 9 ناقصه 1 ايش كيف صارت؟ 8. فبدا باثنين انتهى ب8. ايش راح يسوي؟ راح يقول هل الاكس بقسمتها على الاي، شوف الاي اللي هي مره 2 مره 3 مره 4 لحد 8، هل يساوي صفر؟ اي واحد من ذني اذا ساوي صفر فانا ببدا رفع علم اقول انا حاليا ما ملوث، حاليا ما عندي مشكله، حاليا اني ترو. لكن بمجرد ان واحد من ذي الارقام يطلع خائن ويقبل القسمه عليه، فالفلاج مالتي بدل ان كان ترو نظيف راح شو يصير؟ راح يصير فولس، رفع علم صار فولس. اي واحد من ذي الارقام راح يبقى فولس. بعدها الف، هنا اللوب مالتنا اللي بدا انتهى. اللي يهمني الفلاج مالتي نتيجته هل هو بقى ملوث، بقى عفوا نظيف ترو، ام صار ملوث فولس من خلال هذا اللوب لوثه. فهنا اكو حيجي سؤال، هل الفلاج، طبعا هذا الشرط كانما هل الفلاج يساوي ترو، لكن برمجيا عاده ما تنكتب هالشكل، تنكتب اف فلاج. يعني هسه هاي يقولوا استاذ شنو اف فلاج؟ ما افهم شنو اف فلاج. اف فلاج يعني اف فلاج اكوال ترو، هذا معناه. لكن في كل لغات البرمجه تنكتب بهالصيغه هاي، لذلك دائما نفضل ننصح نكتبها بهالطريقه. اف ترو يعني اذا كانت اف ترو هاي معناها، اف الفلاج ترو اذا شو معناها؟ تظهر لي مسج بوكس، يعني هذا الفلاج طبعا ما ملوث، فانه هذا ترى الرقم هو برايم نمبر، اذا لا فراح يقول لي ترى هذا نوت برايم. لو نجي ننفذ، طبعا هاي العباره مجرد تعليق ما لها اي تاثير. لو نجي ننفذ البرنامج ونشوف شلون راح يشتغل. F5 هنا راح ما لنا علاقه بهالارقام اللي اشوفها قدامكم. راح ندخل رقم، مثلا ندخل رقم 8. يقول لي 8 is not prime، لانه قبل القسمة على 2 اكيد. زين نحفظ مرة ثانية F5، نعطيه مثلا رقم 11. يقول له اوكي 11 ناشي يقول is a prime number. زين عندي ايضا رقم كبير اخترت F5 مثلا 179. 179 هذا الرقم لو نجمع الواحد ويا التسعة، عشرة ويا
سبعة 17 ما يقدر قسمة على 3، إذا هذا مو فردي ولا ممكن يكون. طبعا كل الأرقام الأعداد الأولية هي أعداد يعني فردية، في شيء متهم عنده ما عدا رقم واحد سيحكي عنه، سيقول له أوكي 179 is a prime number، زين هذا 179 زين جرب 180 is not a prime. شنو الفكرة؟ الفكرة أنه كل رقم أو كل عدد أولي لازم شيء يكون إلى عاملين فقط لا غير، لازم العاملين أنه يقبل القسمة على نفسه ويقبل القسمة على واحد بدون باقي فقط. زين نجي على الرقم 5 يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد فقط بدون باقي، لكن 9 يقبل القسمة على نفسه وعلى واحد فضلا عن هذا يقبل القسمة على 3، لذلك 9 ما يعتبر أولي. زين نجي على الواحد، هل الواحد أولي أو لا؟ هل إلى عاملين أم ما عنده؟ الواحد ترى مو من الأولية، الواحد مو من الأعداد الأولية، يعني الواحد فقط إلى عامل واحد اللي هو يقبل القسمة على نفسه اللي هو نفس الواحد، فالواحد هو مو من الأعداد الأولية. الاثنين كم عامل عنده؟ يقبل القسمة على واحد بدون باقي، هذا منتهي من عنده، وأيضا يقبل القسمة على نفسه بدون باقي، فصار عنده عاملين. إذن الاثنين هو الرقم الزوجي الوحيد اللي يعتبر من الأعداد الأولية، الاثنين هو الوحيد من الزوجية اللي يعتبر من الأولية، الاثنين أيضا أولي. أتمنى هذا الشرح واقعي، وإذا عندكم استفسار أو يحتاج توضيح إن شاء الله من خلال التعليقات حسب ما اتفقنا. هذا الموضوع طبعا مهم، و ماكو مبرمج يتعلم برمجة ما يتعلم البرايم نمبرز. لاحظت انه الدوال الجاهزة الموجودة مع مايكروسوفت اكسل ما بيها دالة البرايم، فأكيد بهذا الشيء ما يقدر نسوي إلا من خلال استعمال طريقة التعامل مع الفي بي اي من خلال البرمجة، ولكن اكو طرق معقدة حتى نقدر نحسب البرايم بالاكسل لاحظت بالإصدارات الحديثة. زين آخر شيء نتكلم عن CLS أو النستد لوبس والفورماتد أوتبوت اللي نصل بيها. إذا تلاحظون من المحاضرات السابقة دائما أي محاضرة بيها عن الطباعة استعمل CLS وانطي 10، هذا CLS سويت سب بروجرام ودادز للرقم 10، يعني سب بروجرام يقوم بتنفيذ مهمة خاصة. اتفقنا أنه البرمجة المهيكلة Structured Programming ظهرت بمنتصف السبعينات والثمانينات وغيرت مفهوم البرمجة، لازم يكون برمجة مهيكلة، لازم يكون كل سب بروجرام يقوم بمهمة محددة خاصة به. فأنا خصصت هذا CLS خصصته يقوم بمسح الشاشة. لو نجي هنا شوف شو يصير، لو نجي نختار فشي يقوم بعملية طباعة هواية، عندنا كان لو تنفذون بالبيت بالبرامج السابقة تشوفون انه الشاشة كل ساعة ينطبع بها مجموعة من الأرقام، يعني هنا هاي 3 يساوي 4 راح يصير اكو اوتبوت اضافي. خلينا نشوف مثلا هنا كنترول سي، راح اخلي مجرد عين برنامج يظهر بي طباعه حتى تتخيلون ايش يصير. كنترول في، خلينا نقول هنا هذا 3 هذا 4 وهذا 5 وهذا 6. زين لو نفذ هذا البرنامج دان اروح على الشيت SH ظهر نفس الاوتبوت باربع اعمده. زين لو جيت ثاني على الكود هذا وايش سويت؟ لغيت هاي، لو هاي لغيتها، اضغط على طاء زين لغيتها. هسه اريد انفذ مره ثانيه، وقبلها لو افترضنا انه اني قررت انه ذني الغيهم، هاي غير موجودات فقط الطباعه لاول مجموعه ارقام، وايضا رجعت على ال ار ان دي اللي قبل شويه تكلمنا عنه، وخلينا نقول نعطي ارقام ثانيه مثلا سكيب هنا 11 وهنا مثلا مثلا
14 وقاعد تسوي ارقام مختلفه عن الارقام السابقه بين ارقام مختلفه. زين لو اجي اضوع الاس اتش حاليا بهالقيم 11 شو راح اسوي؟ راح اخذ ارقام من الافقي ويظهرها عمودي مثل ما تكلمنا قبل شوي. لو اقول له هسه اف 5 في الاف 5 قال لي دان ايش سوى؟ خلينا نشوف. بس غير لي هذين الارقام، هاي الهوسه ما شالها، هاي الطباعه السابقه ما شالها. هاي شنو؟ كانت هاي السي ال اس شو تسوي؟ تمسح السابق فقط تظهر لي الاخير. فهذا الشيء لغاه. يعني هاي كانت وظيفتها هذا السب بروجرام 20 كان وظيفته يمسح السابق التطبيق التنفيذ السابق. لو هسه نفذ مره ثانيه مع هذه الت 14 شوف ايش صار. من ضغط اف 5 شوف ايش صار. مسح كل شيء سابق وفقط اظهر لي اخر تنفيذ. اخر تنفيذ اللي هو اظهر لي هاي. يعني هسه هاي لو القيها ايضا، هاي لو القيها ايضا اضغط اعطاء و الت اف 5 راح ما يطلع كل شيء. عفوا اف 5 مو الت اف 5. شوفوا دان فارغه هاي صار. يعني ال CLS هي كير سكرين، هاي سويت مختصر تميتها CLS، يعني وظيفتها تقوم بعملية فتح السكرين. زين نجي نباوع هاي شلون تشتغل. انا استعملت نيستد لوب 4 داخل 4 خاص للرو الاسطر و 4 خاص للكولوم. يبدي بواحد ينتهي باكس. الاكس قد تعدلها 10 او 20، معناها بشكل مستطيل من خلال الشيت اس اتش شو تسوي؟ حط لي nothing مو space nothing، فراح يمسح كل شيء موجود بالسيلز على مربع مقداره 20 في 20. يعني امشي لي سطر سطر وعمود عمود لا تبقي لي اي شيء. طبعا هذا اللوب الخارجي راح يمشي. اول شيء يعني حنرجع نشوف التنفيذ لو حتى تكون عندكم صوره واضحه. هذا حنسوي سب بروجرام اعتيادي، فنشيل الاكس سلها هنا الاكس اكس خلينا نقول 10 تساوي. اكيد احتاج اني دم، ما موجود دم اصلا. ويا الدم راح نضيف او هنا دم اضافيه دم اكس بلس لونج والاكس تساوي لي مثلا 10. زين بدل ما نعطي nothing خلينا نعطي مثلا سيف. خلينا نفذ البرنامج. ايش راح نشوف؟ ايش راح يصير؟ اف 5 ماكو مسج بوكس، طالما ماكو مسج بوكس ما يبقى على الشاشه التنفيذيه. فيفترض بي ام اس جي بوكس تحت هاوس نقول له مثلا دان و سمي قوس. لو نجي نشوف هسه اصلا هو تنفذ 11 شوف ايش صار. 10 اسطر مع 10 اعمده كلها خلى بيها سيف. هذا هو النستد لوب، يعني قدر من خلال انستركشن واحد يغير كل ما موجود. لو سالت 11 بدل سيف اقول له في بي اي وايضا 5 دان. هنا في بي اي صار 10 في 10 ملي 10 في 10 من الشاشه. زين حتى نمسح الموجود لازم نسوي هالشكل. هسه نقول اف 5 مسح كل موجود. اذا كانت مو 10 اذا كانت مثلا 4 ونفذ اكو خطا. هنا ما اعطينا اي شيء في بي اي مثلا فنفذ اف 5 4 في 4 ملاليها ب في بي اي. هنا الفكره انه يقوم بسطر سطر وضع القيم. زين لو انا جيت هنا بدل ما اخلي رقم خلي يعني بدل ما اخلي نص استعمل فاريبل. لو ادخله رقم واحد عفوا مو رقم واحد خلينا نقول رقم السطر الار ادخله رقم الار ونفذ اف 5 شوف ايش صار. اول شيء رقم السطر هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة وهذا اربعة. يعني الار يبقى قيمته واحد لحد ما يكمل 11 يبقى قيمته واحد لحد ما يكمل كل سطر. ورا ما يكمل كل هذا السطر يزيد المقدار واحد يصير 100.
فيستمر اثنين لحد ما يخلص كل قيم السطر بعدين يصير ثلاثة وهكذا لحد ما يوصل لأربعة. نعم نجي 13 زين. لو قلت له بدل R C مال كولوم شوف إيش تصير 5. شوف خلينا نقول 13 ال C أول شيء بالعمود الأول بعدين اثنين بعدين ثلاثة بعدين أربعة خلص أربعة صار بعدين يرجع مرتلخة واحد بالسطر الثاني يطبع بعدين اثنين ثلاثة أربعة بعدين يرجع مرتلخة واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني رقم رقم العمود اللي هو سنان 13 كولوم الكولوم مش بي الكولوم يعني يستمر إلى حد نهاية اللوب مالته بداية وبعدين يرجع يتوحد يرجع واحد فهنا هذا الفرق الفرق إنه السطر يبقى يزيد أما العمود ما يبقى يزيد إحنا هذا البرنامج نحله بدو وايل راح يكون عندكم فرصة أكثر لفهم إيش دا يصير هذا راح محلول حاليا بالفور شلون نحله بدو وايل خلينا نجي هذا بدل الفور نستعمل دو وايل من واحد لأربعة فأدنى أول شيء الآر قيمتها واحد ونكتب do while ال r شبيهة أقل أو تساوي ال x طبعا هذا اللوب الخارجي راح يصير بدل ال r راح يصير loop زين اللوب الداخلي أكيد طبعا هذا اللوب مو ثلاثة او مو تريبل زين أكيد عدد أحتاج يعني خاص لل r r تساوي لي ال r زائدا واحد عندي لوب داخلي خاص بالسي لوب بوايل سي اقل او تساوي الاكس اكيد انا هنا نسيت شغله انه لازم السي لها قيمه ابتدائيه اللي هي واحد زين ايضا احتاج السي ما تبقى كما هي سي تساوي لي سي زائد واحد دائما زياده مقترحه اكيد مو الاكس راح استعمل لوب زين هذه حاليا ما يحتاجها هسه نبوع على البرنامج زين الار تساوي واحد وايل وهنا نطبع خلينا بالبدايه هسه نجرب في بي اي نشوف هو ليش تبقى صح ونتاكد من عنده اف 5 اشتغل صحيح البرنامج ايش يسوي ليش هنا انطيته واحد شوفوا السي كل ساعه تصير واحد انتبهوا زين هذا اللوب الخارجي وهذا اللوب الداخلي اللوب الخارجي راح يكرر اللوب الداخلي بقدر دورات مالته يعني لو افترضنا انه هذا فقط 300 يعني كم سطر فقط سطرين من نفس الـ F5 يعني طيب ما مسحت فصارت عندي هاي مشكلة فيفترض بي ان امسح بعدين انفذ وهاي تكون 4 ونفذ F5 حتى يمسح كل شيء اذا مسح كل شيء وبعد هذا نكتب له VBA وهنا راح اكتب له 2 المفروض سطرين فقط حيشتغل F5 شوفوا سطرين فقط اشتغل يعني عندي صار مستطيل سطرين سطرين شو تحطوا بين سطرين هذا وظيفته خاصة بالأعمدة السي راح يحط لي أربع مرات من هذا أكثر أربع مرات قيم واحد راح يجي 13 نشوفه أحط واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين راح يصير قيمة الـ R راح يصير قيمة الـ R اثنين نجي 13 الـ R بالبداية كانت واحد ورا ما خلص هذا اللوب الداخلي الـ R زيدها مقدار واحد فصارت اثنين بعد هذا ال C راح ترجع واحد هاي الفكرة ورا ما يخلص السطر الأول راح ترجع ال C مقدار واحد فهنا لو مثلا سوينا ثلاثة F5 صارت لها سطر وأكيد يعني إذا حطيت أرقام يعني هنا مثلا ال R يمثل الأسطر فأكيد بداية وحدات بعدين اثنينات بعدين ثلاثات فايف صار بهذا الشكل هذا زين
هذا ممكن ايضا يتغير. يعني هسه لو نجي نسوي له مسح وهنا نكتب له اكس، خلي نمسح كل شيء 4 في 4 5، مسح كل شيء. لو هنا ممكن هذا يتغير، يعني هذا 4 يصير 2 وهذا يبقى 4. وهنا نكتب VBA F5 صار عمودي بعكس، يعني عندي أنا فقط عمودين وأربعة أسطر هالمرة، يعني أربعة تمثل أسطر وأعمدة تمثل اثنين. دائما اللوب الداخلي يتكرر بقدر اللوب الخارجي، يعني هسه اللوب الداخلي اثنين بس كم مرة يتكرر؟ كم مرة عمودين؟ 13. كم مرة اثنين دي حط لي؟ 4 مرات. يعني إذا عندي أنا 5 في 6 يعني هنا 5 وهنا 6 راح يصير 30 عنصر دين طبعا. هذا يصير كم عنصر؟ كم عنصر؟ 4 في 2 8 عناصر. أنا اللي كنت بسوي كنت شايل هاي وكنت بسوي صوب بروجرام مثل ما شفتوا، ومنطي بدل ال CLS منطي رقم مثلا كان 20 في 20 حتى يفرغ لي ما موجود. وهنا الاكس عفوا الاكس ما ضبط قيمه، وهنا كان ايضا اكس، وهنا الدم اكس ما اكو عندي ما احتاجه. هنا اكو عندي فد لا هنا اكس هنا اكس نعم. فهنا الفكره انه الرقم راح ادزه راح يجي للاكس وراح يشتغل هنا للأسطر، وهنا راح يشتغل الأعمدة. لو هسه نباوع على الشاشة حاليا هاي 11، لو نفذ الـ F5 عفوا كانسل هنا F5 أريدني أحفظ البرنامج يمكن بسين خليني نحفظه حتى نخلص من هالمسج. بقول فايل export file، أنا هنا نسمي logic وبقول save وبقول override أنا نقول F5 يقول يا بصر بروغرام تشتغل بي. أنا دا أشتغل مع اللوجيك هنا أفريج جيتس ها يا هو سيلس ها ما راح يشتغل كانسل ما يشتغل، يعني دا يستلم قيمة من مكان ثاني فيشتغل بحالة واحدة بس. مثلا هنا دا استعمل سيلس راح يشتغل، مثلا يقول F5 دان مسح لي كل ما موجود بالأسهج، بعدين طبع لي الأوتو. أتمنى هذا الشرح وافي وواضح، وإذا عندكم أسئلة أنا موجود وياكم، وإذا تحتاجون أي توضيح ممكن أسوي فيديو آخر لشرح حالة معينة أنتم ما فاهمين. تحياتي للجميع.